السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير. اليوم ميمتي الحبيبه غادي دير لكم بركوكش بالمحمصه. ما وجدش عندنا بركوكش، ما بقاش عندنا المطرون، ما وجدش. ايوا، ودرنا بالمحمصه الرقيقه ديال القمح. انتم كما كتشوفوا معايا، الام ديالي كتحك البصله، هي كتحكها. عندنا بصله كبيره، حجم كبير، مع البصله، مع الثومه. انتم غتشوفوا شحال تاع الثومه. كما كتعرفوا بان بركوكش كيبغي الثومه بزاف، هو وسميتو ورفيسه، هما معروفين غير بالثومه وراس الحانوت. انتم كتشوفوا الدجاج عندنا راه مرقد ليله كامله، البنات مغسول طبعا مزيان، مغسول بالفورس الغسله الاولى، تحت نحيدوا ليه دوك الخنين ديالو، وعاد كنغسلوه المره الثانيه بالحامض. وهانتوما كما تشوفوا، نسيت ما صورتش لكم، غير سمحوا لي بزاف ما صورتش الفيديو، ما تصورتش الدجاج ودرت فيه فاش درنا الاقامه. هانتوما كتشوفوا الوليده ديالي كطحن الثومه كتحكها. غادي نقول لكم دابا الدجاج درنا فيه راس الحانوت، درنا فيه، انا ما عطيت ليه الزيت، درنا فيه الخرقوم، سكينجبير، البزار، عصيد سيدنا موسى، درنا واحد ثلاثه المزيودات ديال الحار، درنا زعفران شعره، درنا الزيت ورقدناهم مزيان البنات، والملحه، ودرنا ما درناش السمن البنات، السمن درناه غنديرو حتى لاخر مرحله. مهمه البنات، وخليناه مرقد ليله كامله. درنا ليه هاد المقادير كلهم ورقدناه ودرناه في الثلاجه، خليناه ليله كامله. كيجي البنات فن، كيجي شارب الدغما، كشارب داك راس الحانوت، وشارب داك الخرقوم، سكينجبير، البزار، تيجي ما نقولش لكم رائع. ها انتوما دابا ملي غادي تكمل الثومه ديالها، غادي ديروا الزيت البلدي فقط. غادي طيب هاد البركوكش البنات، غادي طيب غير بداك الاقامه اللي درنا فيها الدجاج، هي اللي غادي طيب، ما غادي نزيدوا عليه حتى شي حاجه، ما نزيدوا لا الاقامه لا والو. هي اللي في اخر لحظه ملي غادي نحيدو الدجاج ديالنا وباش نديرو محمصة، غادي نستعملو مطيشة الحك حجم متوسط، حيت عندنا كيلو لارو. أنا البنات كنشعل ليها البوطة، هاهي كيما كتشوفو هي كدير في الزيت البلدي، صافي. وغادي دير غير شوية، غادي دي البصل غير شوية فوق النار، صافي. وغادي تحط الدجاج. هانتوما طاح لينا التليفون من السيبورة، جات الوالدة تحركو وطاح، حنا كنقادو فيه. الوالدة راه ما مولفاش ليا هادشي، راه والله راه مسكينة، قالت لي حيد عليا خليني ما نصور ما والو. قلت لها عافاك خلي جيتي اليوم ديري لنا بركوكش، عندنا واحد، عندنا شي ناس كيبغيو بغاو بركوكش. قلت لها عافاك طيبيه نتيا، كيجي من يديها رائع البنات. ما نقولش لكم عندها الكسكسو وبركوكش طاجين. دابا شي نهار نجي عندي ونقول ليها نصور شي طاجين. عندها البنه، سبحان الله، عندها البنه في يديها ما شاء الله. المهم البنات، ما غاديش نهبطوا بزاف، غير شويه. وغادي نستعملوا الدجاج ديالنا، غادي نزولوا دوك المزيودات الحارين، غادي نحيدهم. شوفوا البنات كتيجي الدجاج، شفتوا؟ حيت بيت ليله كامله في الزعفران، في الخرقوم، في السكينجبير، في البزار، في راس الحانوت، في العصيد سيدنا موسى، ما نقولش لكم. شوفوا هانتوما، شوفوا اش كتيجي، صافي. وغادي يطيب في هاد الاقامه اللي طقت فيها، هي فاش غنطيبو، غادي يطيب. ومن بعد هانتوما تشوفوا معايا، غادي نحيدو وغادي نديرو اناء اخر، وغادي نديرو فيه المحمصه ديالنا والعدس ديالنا والحلبه ديالنا وحب رشيد. البنات العدس دابا تشوفوه، البنات العدس راه غير كميه قليله. هانتوما كتشوفوا، ها هي غتخوي. شوفوا البنات، شوفوا غير اللون ديالو كي تيجي. شوفوا البنات، الوالده عندي راه كتكرد هذاك الشيء، ما كتخليش. شوفوا كي غدير، ها ما تخليش الاقامه ولا شي حاجه. انتوما شفتوا كي تدير. هانتوما البنات كما قلت لكم، راه ما كاينش الماء، الماء ما كنستعملوش نهائيا، غير نقصوا العافيه. المبدا الاساسي هو العافيه تكون مهيله، صافي. غادي نقصوا العافيه وغادي نبقاو غير نحركوه شويه حتى يدخلوا الطياب، صافي. وغادي نزولوه، ها نتوما شفتوا، صافي.
نسدو عليه دابا صافي غادي نخليهم. نتوما البنات حنا كنحاول هي كتحرك غير بشويه، والبنات هاد المقاد الكوام هاد سميتو ديال الجرانيت، البنات راهم رائعين والله الا البنات الفني تيستعملنا لا ما لا والو. هانتوما شوفوا كيطيب غير في ديك القامه ديالو وديك الزويته ديالو صافي. نتوما تشوفوا معنا من بعد غادي نصفيوه وغنستعملوا اناء اخر، نستعملوا فيه العدس ديالنا والحلبة ديالنا. الحلبة استعملنا غير عشق كبير، ما كيبغيوش لينا الحلبة بزاف، حب برشات استعملنا حتى هي عشق كبير. العدس قول كاك شي كاس، كاس ديال العدس ولا كاع نديرو كيسونس، المهم استعملنا كمية قليلة. نتوما كتشوفوا معايا هي كتحرك، شتو البنات صافي. نتوما البنات شتو صافي، غنخليوه حتى يتشحر معانا، حتى يتشحر. هانتوما البنات يلاه كطيف القزبر والمعدنوس، ديرتو في ما درا ما رقديتوش مع الدجاج وداكشي، خليتو حتى لهاد المرحله غادي استعملاتو صافي. حنا غادي نغطيو صافي، حنا غادي نغطيو. انا البنات راني عاجنه شتو الخبيزات ديالي، انا راه كنطيب في الخبز وهي راه كتوجد في بركوكش. هاد بركوكش ان شاء الله بغيناه الكوتي بحال كل عشيه. انا راه كنطيب دابا في الخبز، الخبز ديالنا راه كيطيب حتى هو. صافي غادي نديرو حنا دابا كنصفيو، شتو شتو البنات من بعد ما طاب لينا حنا دابا بدينا كنصفيو فيه. شتو البنات كتيجي، شتو البنات كتيجي اللون ديالو، تيجي الفن. راه استعملنا دابا غير فرشيط، ما بغيناش نستعملو مبغيناش البنات نستعملو هذيك الصفايه حيت غادي تبقى لينا، غادي تبقى لينا البصله ديالنا لتحت، وحنا راه في حاجه لهذيك البصله، ديك البصله محتاجينها. شفتوا حنا كنهزو غير بشويه وغادي نشدو هاد لاصوص ديالنا. انتما غادي تشوفوا البنات غنوري لكم كيجي مضغمر واعر فن. شوفوا شوفوا بعيا شتو اللون ديال الدجاج، ما غادي نحمرو ما والو حيت جا هو اصلا، اصلا جا مضغمر وجا محمر، جا محمر في القامه ديالو. شتو البنات كتيجي جا محمر في القامه ديالو. نهزو غير بشويه، راه فين نستعملو هداك الصفر، ولكن هداك البصله كلها وداك الشيء غادي يهزها الدجاج. علاش دابا كنستعملو غير الفرشيطه بشويه باش نهزو، حيت راه ملي كعارفين الدجاج ملي كيطيب كي كينفصل شويه على الجلد شويه على العظم. هانتوما شفتوا شو الدغميره، انا غنوريكم البنات الدغميره، راه ما درنا لا ما لا حتى شي حاجه غير هذيك الاقامه اللي استعملنا بها فيها الدجاج، هي اللي استعملنا بها البركوكش ديالنا. غير استعملوا البنات الطريقه والله كتجي بنينه رائعه. هانتوما كتشوفوا معانا صافي، غادي نحيدو وعاده غادي نديرو اناء اخر. هانتوما شتو البنات شتو الدغميره كتجي، الدغميره كتجي ما نقولش لكم، وبلا نقطه الماء، ما فيه حتى نقطه ديال الماء. حنا دابا غادي نحيدو الدجاج ديالنا، انا غادي نوريه لكم امام الكاميرا غادي تشوفوه كي تيجي. شتو البنات كتيجي صافي بلا ما نحتاجو نحمرو، اللي طيب لينا المحمصه ديالنا داك البركوكش ديالنا صافي غادي نزوقو به فوق صافي بلا ما نحمرو حيت جا محمر. ها هي البنات دابا غادي نخويو غنديرو اناء كبير. هانتوما كتشوفو الوليد ديالي راه كلشي كتشلو، غادي تشلل هذيك المقله باش ما تبقاش فيها الاقامه، تتقول لك ما خص حتى شي حاجه تضيع. ها هي غادي تشللها،
وهانتوما كما كتشوفوا معنا اللي قلت لكم، كما قلت لكم اللي عندها البركوكش مفتول على الايد وداكشي راه كيجي رائع. اللي ما عندهاش تستعمل المحمصه الرقيقه، هاد المحمصه اللي استعملنا حنا استعملنا كيلو لا روب. هنا البنات هذا غادي نستعملو، غنضيفو الماء وغنضيفو معاه العدس. شوفو البنات غنضيفو الماء وغنضيفو العدس وغنضيفو الحلبه وغنخليو هاد كل العناصر كلهم حتى يغلى معانا العدس وداكشي، عاد نضيفو المحمصه ديالنا. ها هو العدس ديالنا مغسول ومنقي، شوفو البنات ها هو العدس. ها هي الحلبه غادي توريها لكم، حتى هي درنا عشق غير كبير، عشق كبير ديال عشق كبير. ها هو حتى هو مغسول، شتو عشق كبير ديال الحلبه مستعملناش بزاف. ها هي وغادي نستعملو واحد برشاد حتى هو غتوريكم امام الكاميرا، حتى هي غير معلقه كبيره ديال حب برشاد صافي. وغادي من بعد ما غنقيو المحمصه ديالنا البنات ويغلى لينا غلى شويه العدس ديالنا والحلبه نضيفو نحركو. احنا دابا غادي نحليها، دابا نحليه في مطيشه الحك، نستعملو مطيشه الحك مويل ماشي الصغير، هذاك مويل ديال 4 دراهم. ها هو حب برشاد البنات معلقه كبيره حتى هو، معلقه كبيره ديال حب برشاد. احنا دابا غنضيفو السمن، غنضيفو شتو البنات كتوريكم السمن. السمن البنات راه مصايب هذا على الايد، شي نهار البنات وغندير لكم فيديو على السمن. احنا دابا من بعد ما ضفنا هيا مطيشه الحك، ضفنا المدافئ، حطينا دابا فوق النار، غنخليو العديسه ديالنا والحلبه وحب رشاد غير يغلي شويه، غير يغلى، وغادي نضيفو المحمصه ديالنا كما قلت لكم منقيه ضروري، اي حاجه نجيبو من الحانوت نقيوها نقيوها، واللي بغى يغسلها يغسلها ما فيها باس. غادي نخليوها دابا حتى تغلى، ما نسدوش البنات الجميله جميله، نخليوها مبسمه. هيا شوف مطيشه مويين، غادي تشللها حيت كما قلت لكم الواليده عندي انا ما كاينش، خاص كلشي حتى تكرد كلشي. الحك تاع مطيشه بقى فيه شويه، قالت لي لا شليه، هيا شلاته شتي صافي. دابا غادي منسدوش على الجميله، غنخليوها مبسمه، مغاديش نسدو عليها باش ما يفايتش لينا من كيبدا العدس يغلي وداكشي. وغادي نلوحو دوك 3 المزيودات، غادي نلوح انا نوريتكم المحمصه شتو كي دايره الرقيقه ديال القمح، شتو ها هي الرقيقه ديال القمح. ها واللي عنده البنات مفتوله غير ما وجداتش عندنا، هذاك راه كيجي واعر كيطلقوا واحد النشا، يتستعملوا هي ديال القمح، هي ديال الزرعيه ديال كيفتلوها البنات، كاينه اللي كيفتلوها بالنخاله، عندنا هنا كيفتلوها حتى بالنخاله، شي كتجي رائعه. المهم غادي نضيفوا دوك المزيودات، نخليوهم يغليو مع العدس ديالنا والحلبه وحب رشيد. ما هي كتحرك غير باش تذوب، غير باش تذوب لينا مطيشه الحك، هي كتحرك صافي. وغنسدو ليه غير شويه غير شويه يغلى، وما نسدوش الجميله، نخليوها البنات مهويه من الجناب. غادي نضيفو دابا دوك المزيودات حتى نبغيو نضيفو المحمصه ديالنا، عاد نزولوهم فهمتوا، مع التحريك ديال المحمصه وداكشي غادي يديرو غادي يتمعسو صافي. هي كتحرك غير باش تذوب لينا مطيشه الحك. ها هي غنضيف المزيودات ديال الحار، هانتوما البنات من بعد ما غليت لينا الجميله ونقيت نقينا المحمصه، قالت لي بلا ما تغسليها، بغيت نغسلها قالت لي بلاش صافي. هي كتزول صافي. هي دابا غادي تضيف المحمصه وغادي تحرك تحريكه خفيفه صافي، وغادي تدير وغادي نتا هي نخليوها نقص العافيه، ونبقى غير مره نحرك صافي حتى توجد معانا، ونحطوها في طبق تقديم البنات.
الا باغي نزيدو الملحه كتبقى الملحه حتى في الاخر ضروري كتبقى خاصك شويه الملح البنات. واللي بغى يدير يزيد راس الحانوت يزيد. حنا راه ما زدنا لا ليقامه حتى شي حاجه. هذيك ليقامه اللي استعملنا طابت فيها اللي استعملنا كنمرقد فيها الدجاج هي اللي طابت بها المحمصه ديالنا. صافي غادي نقصو دابا العافيه. صافي غادي نقصو العافيه. انا كنقص بالعافيه وغادي نخليوها طيب على خاطرها. هيا غدير تحريكه وحده خفيفه باش ما تلصقش لينا في القاع. صافي والجميله مبسمه. هيا البنات من بعد ما وجبدات وجدات لينا وجد لينا بالكوكش ديالنا درنا فوق شويه الملح لقينا خاص الملح كنخليو فيه شويه الرواك المهم كنشوفو كنبقاو نقلبو فيها حتى كنلقاوها طابت. ضروري ما كنزيدو الماء. واللي بغى البنات كما قلت لكم راس الحانوت يضيف منه يزيد غير راس الحانوت فهمتوا حيت راه اللي قامت الدجاج المهم حنا في الاخير زدنا غير شويه الملح. صافي صافي وغادي نحطوها في طبق التقديم ونزوقوها البنات بالدجاج من الفوق وبالصحه والراحه. دابا وصلت دابا خصنا نقدموه. دابا بديت كنسخن في الدجاج كنسخنو غير في البوطه نتوما كما كتشوفوا معايا غير حاطه غير في البوطه. صافي وغادي نحطوه في طبق التقديم ونزوقوه الفوق من هانتوما كتشوفوا. غادي نحطوه شفتي يجي البنات ما نقولش لكم كيجي رائع والبنه البنه كيجي بنين فن. غديروا الطريقه هانتوما شفتوا. صافي وغادي نزوقوه من الفوق بالدجاج وبالصحة والراحة. هانتوما هو خصو يتحط غير الطفل تحط حيت الا بقى بزاف كتشرب كتشرب هي. صافي وغادي نزوقوه من الفوق بدوك الدجاج. وإلا كان عندكم البنات موجود بيض السمان وداكشي المهم الزواق تيبقى حنا درنا غير هاد الطريقة هادي الطريقة البلدية ديال والدي ديالي هانتوما كتشوفو. هاهي بدات كتحط في الدجاج صافي وغادي نقدمو مع شي بريري تاع أتاي وبالصحة والراحة. شجعونا البنات ديرو لينا أبوني وخليو لينا شي ميساجات زوينين. وهاد ما اللي بغى الوالدة ديالي شي نهار نديرو دير لينا شي طويجين ولا شي حاجة اللي بغاها بالصوص ديالها غير قولوها ليا في الكومونتير ونديرو ان شاء الله نديرو بالصوص ديالها. هانتوما شوف صافي كنستفو فوق بحال هكا الدجاج صافي وكنقدموه بالصحة والراحة.